متى يسألها عن زوجها علي أين ابن عمك؟ بالله عليك اسمع القصة وانت تحفظ بس خذ منها الفائدة. قالت لاحيته فغضب فلم يقل عندي، يعني أنا جادلته فغضب، فوقت القيلولة اللي ينام عندي ما نام سبحان الله. فخرج يبحث عنه فوجده نائما في المسجد وقد على التراب على كتفه، فينفض الحبيب صلى الله عليه وسلم التراب عن كتف عليه ويقول قم أبا تراب. ما الشاهد في القصة؟ فاطمة لم تقص على أبيها ما هي المشكلة، والحبيب صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من فضول أن يسأل فاطمة ما هي القضية، ولم يذهب إلى علي ليقول له ما الذي أغضبك من فاطمة، ولم يشرح علي ما الذي أغضبه من فاطمة. اعتبر أن الموضوع ده سر في البيت بين علي وزوجته فاطمة، وهو لم يعتبر من الفضول أن يتدخل في حياة الاثنين إلا إذا قص أحدهما القصة.